السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم أنا ششكو هسا بمقطع جديد عند ناس شباب، تحدي من تحديات الأسبوع الثامن. قبل ما نروح للتحدي يا شباب، اللي بحب يدعمنا يستخدم لا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، أو كمان لا تنسوا تفعل الجرس لكل جديد من تحديات أو الشات. واللي كمان بحب يدعمنا يستخدم كود الأيتم شوب شيش، هذا الظاهر قدامكم. فكل اللي عليك هسه يا شباب انك بحكي لك دمر 5 هياكل بطلقه واحده من منشار ذو الشقاقه اللي هسه المنشار اللي اخذناه. كيف شو تعمل هذا التحدي يا شباب؟ كل اللي عليك لازم تدمر 5 من الهياكل. الهياكل مش الابنيه، لا، الهياكل اللي شفتوا هاي كراسي وكل شيء. هذا مثلا هون اخوي صور لي، كان مفكر انه هياكل بده الهياكل اللي برا، فلا، كل اللي عليك هاي 5 من الهياكل. هسه فرجيك كيف مثلا، حتى هسه راح تزبط معي هيك فجاه طلع كيف. هسه هذا وتدمر هاي هيكل، شفت هسه هذا الكرسي وهذا اللي جنبه، هاي الشغلات يعني لو تكسرت كمان هاي الكراتين اللي تكسرت الصغيره، هذا كل واحد منهن بيعتبر هيكل. فكل عليك انك بضربه واحده تجيب 5 هياكل. يعني حتى طلع هون هسه بس اسويها، طلع كيف. هسه كل إشي حتى اتوقع على الرف راح ينحسب لي واحد، فتخيل انا علي بس ادمر 5 في ضربه واحده. بس ارمي هاي، شفت هذا المنشار، ترميها مره واحده انك مدمر 5 من الهياكل وبس يا شباب. التحدي جدا سهل، واللي ما فيه اكتب لي في التعليقات ان شاء الله راح اقوله، بس بدو شيء يعني خذ بس المنشار الشاق وبضربه واحده فقط، مش اكثر من ضربه، تكون مدمر 5 من الهياكل في ضربه واحده فقط. وعدته 100 مره انسوا، لا تدعمونا بس هسه يكون عندنا نهايه المقطع لليوم. لا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس. لا تدعم بس هيك وخلص، شو ليش هيك كلجت. بس يا شباب خلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس.